أعلنت مصادر روسية استعادة بعض الأراضي بعدما بدأت هجوما مضادا كبيرا ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك. وذكر مصادر ذكرت أن الجيش الروسي سيطر على بعض القرى المحيطة في مدينة كورسك بعد غارات عنيفة ضد القوات الأوكرانية المتمركزة هناك. قال مدونون عسكريون إن القوات الروسية بدأت هجوما مضادا كبيرا في كورسك، حيث استعادت القوات الروسية عدة قرى غرب الشريط الروسي الذي سيطرت عليه أوكرانيا، مما دفع القوات الأوكرانية إلى شرق نهر مالايا لوكنيا جنوب سانجوست. التزامن مع ذلك، أعلن حاكم منطقة كورسك الروسي أن الأضرار الاقتصادية جراء الهجوم الأوكراني في المدينة بلغت نحو 1 مليار دولار.